بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 13 من الكتاب 54، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين، نسأل الله أن يسلمنا منها ومن حال أهلها نحن وأحبابنا وذرياتنا ومشايخنا وسائر المسلمين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 43 بعد 307,000، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني يوم القيامة، يعني نسأل الله السلامة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية، يعني حتى لو كانت نار الدنيا دي هي نار جهنم كافية للتعذيب. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها بـ69 جزءا كلها مثل حرها، فنسأل الله السلامة. شوف انت بقى البراكين، شوف انت النار اللي موجودة في يعني عمق الشمس، كوكب الشمس ولا مش عارف ملايين الدرجات الحرارة اللي فيه، حتى الصخور تبقى تصير كالماء من شدة الحرارة، كل ده 1 على 70 من نار جهنم، فنسأل الله السلامة. نار جهنم اللي يدخلها مين؟ الكفار، خد بالك الكلام ده موجه للكفار مش موجه لأمة النبي. أمة النبي في الرحمة، نسأل الله أن يميتنا على هذه مع هذه الأمة. الزمام ما يربط به الشيء ليجر، ده الزمام، زمه يعني ضمه بحبل ليجره منه، فهمت؟ ده الزمام. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد، غير أنه قال: كلهن مثل حرها. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، وجبة يعني صوت سقطة، يعني صوت زي إيه؟ زي يعني وجبة يعني سقطة، يعني كأن حاجة سقطت كده تدل على إن في شيء انهدم مثلا أو شيء وقع أو شيء من هذا، يبقى وجبة وجبت، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت في سورة الحج، يبقى وجب يعني سقط،
كويس، فسمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذه؟ ما هذا؟ يعني ما هذا الصوت يعني؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. يبقى ربنا كشف لهم وأسمعهم صوت هذا الحجر عظة لهم، وهذا من باب الإكرام لهذه الأمة حتى يتعظوا. وعن أبي قال: وحدثناه، يعني قعرها بعيد، قعرها بعيد، أدي معنى كده أن جهنم دي قعرها بعيد، يعني لو رميت من فوهتها حجر يفضل ماشي 70 سنة لحد ما يوصل لقعره، فربنا ينجينا. وعن أبي قال: وحدثناه محمد بن عباد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد، وقال: هذا وقع في أسفلها فسمعتم وجبتها، يعني سقطتها. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال: قال قتادة: سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبي، إن منهم يعني من الكفار أو من أهل النار، يعني إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، والحجزة اللي هي موضع إيه؟ موضع الإزار والسراويل، يعني وسطه. شايف أنت ما بتلبس حزام كده؟ هي دي الحجزة، لأنها تحجز السروال أن يقع، فهم؟ ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه، كل على حسب أعماله. من ساءت أعماله إلى درجة كبيرة تصل إلى عنقه، من توسطت أعماله السيئة تصل إلى حجزته وسطه، ومنهم من قلت أعماله التي لم تغفر تصل إلى كعبه، إلى كعبيه، نسأل الله السلامة. وعن أبي قال: حدثني عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة بن جندب، جندب، جندب بتسليس الدال، جندب وجندب وجندب، وهي معناها الخنفسة. وردتكم أنا الخنفسة؟ وريناها لكم مرة هنا بتمشي في مسجد الأشراف ساعات، بتيجي مخصوص عشان الناس تتعلم يعني ايه جندب. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، ترقوته اللي هي ايه؟ العظمة دي اللي موجودة في أعلى الصدر على جانبي العنق، اسمها الترقوة، كلافيكل، كويس. وما بينهم بقى في بقى أنواع كتيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في ركبته، طب واحد عنده نص فخده، واحد فوق الركبة شوية، واحد تحت الركبة، يعني معناه بيبين لك علامات بس، ولكن بين هذه العلامات ناس برضو، دي أصناف، فهمت بقى؟ وعن أبي قال: حدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد بهذا الإسناد، وجعل مكان حجزته حقويه، والحقوين هو الخاصرتين، والخاصرتين هو الوسط. باب النار، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، لأن الرحمة والرقة في القلب الناس بيعتبروها نوع من الضعف، فهمت؟ فالضعفاء يعني الرحماء، والجبارون يعني قساة القلوب، يبقى يدخل النار الرحماء لأن الرحمة
تقتضي العفو والصفح والإحسان لمن أذاك، وهذا الناس أحيانا تترجمه بالضعف وهو في الحقيقة قوة، فهمت؟ قوة في الرحمة وليس قوة في القسوة. فيبقى الجبارون يعني قساة القلوب الذين ينتقمون من الناس ويعذبونهم، أما الضعفاء فهم الذين يجدون الرحمة في قلوبهم التي تدفعهم إلى الحلم وإلى الصبر وإلى العفو عند المقدرة والإحسان لمن أساء إليه. وعنه به قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتجت النار والجنة، فقالت: هذه يعني النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، يعني بتبين المزايا اللي فيها. يعني كل بقى الجنة بتتكلم بتقول مزاياها، والنار بتتكلم بتقول مزاياها. فهذه اللي هي النار قالت: يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت: هذه يدخلني الضعفاء والمساكين، المساكين لربهم، فهمت ازاي؟ المسكين لربه وليس الذليل للخلق، مسكين لله المؤمن عزيز، ولكن هنا المساكين ليس للخلق بل المساكين لمولاهم لربهم، ذلت اعناقهم لمولاهم فتمسكنوا له. وقالت: هذه يدخلني الضعفاء يعني الرحماء والمساكين أي الأذلاء لله عز وجل والأعز على غيرهم من الكفار. فقال الله عز وجل لهذه للنار يعني: أنت عذابي أعذت بك من أشاء، وربما قال أصيب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. يبقى النار جعلها الله مظهر لإيه؟ لغضبه، والجنة جعلها مظهرا لرحمته. أنا قلت إيه؟ أعذبه. فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وربما قال أصيب بك من أشاء، وقال لهذه يعني الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت النار والجنة، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. سقطهم يعني الذين يسقطون من أنظار غيرهم، يعني لا يلتفت الناس إليهم من كثرة تخفيهم وعدم حبهم للظهور، وسقطهم وعجزهم يعني من عجزوا أصيبوا بالعجز عن الانتقام، أو لأنهم كانوا عاجزين لأن الله خلقهم بنوع من العجز فصبروا على ذلك حتى دخلوا الجنة، وعجزهم جاي من العجز يعني. فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكم ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط، فيضع قدمه يعني يضع ما قدمه إليها من أهلها، مش تحتمل المعنى ده؟ ولا لازم المجسمة يقول لك ربنا ليه قدم؟ فهمت بقى ازاي؟ يعني اللغة واسعة. أولا لابد أننا نعرف أن قدم هنا
إذا كانت بمعنى الجارحة محالة على الله. مش كده برضو؟ الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون له جوارح، لأن لو كانت له جوارح يبقى أبعاد، وإذا كان مبعدا يبقى افتقر لأبعاده، والله مستغن. مش كده برضو؟ يبقى يستحيل أن يكون قدم هنا بمعنى الجارحة، يبقى قدماه هنا ما قدمه، ما قدمه من أهلها فيمتلئوه فيملؤوها. واضح؟ تحتمل هذا المعنى، وتحتمل أن القدم دي نوع من التجلي، سماه الله القدم يتجلى به على النار ونسبه إليه تكريما، زي دابة الله، زي ناقة الله، زي بيت الله، يبقى نسبة تشريفية، أي أن الله يتجلى في صورة، والتجلي مخلوق في صورة قدم تطأ النار فتسكت، ما فيش مانع. تبقى القدم هنا جارحة ولكنها مخلوقة منسوبة إلى الله للتعظيم، وهي صور من صور التجلي، زي ما ربنا بيقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هو ربنا غمام؟ يعني في صورة تجل على هيئة ظلل من الغمام. فهمت ازاي؟ فتحتمل المعاني دي كلها، ولكن يجي لك المجسمة يجيب لك الحديث ده يقول لك يبقى ربنا لي قدم، وربنا لي ساق، وربنا لي كل، لدرجة واحد منهم يقول أنسب إليه كل جارحة إلا الفرج والفم، الجوف يعني. شيء عجيب، شيء عجيب من العالم المجرمة دي، أجرموا في حق أنفسهم وحق ربهم وحق اللغة، لأن اللغة واسعة ما تحتملش المعنى الضيق اللي هم قالوا. لكن يدندنوا بقى، يجيبوا لك في الحديث ده ويحط لك تحت قدمه 100 خط عشان يثبت ان ربنا ليه قدم. ايه الجهل؟ ايه الجهل ده؟ اي جهل هذا؟ فلا تمتلئ فيضع، ونيجي نقول لهم لا احنا ننفي الجارحه، يقول لك انتوا بتنفي الصفه. هي القدم صفه ولا جارحه؟ جارح. ننفي الجارحه ولا ننفي الصفه؟ شفت الجهل؟ يعني حتى مش قادر يفهم الفرق بين الصفه وبين الجارحه. نيجي ننفي احنا الجارحه يقول لك انت بتنفي الصفه. الاشعريه بينفوا الصفات؟ لا يا سيدي، الاشعريه بيثبتوا الصفات وينفوا الجوارح. انت اللي بتنفي، بتجعل الجارحه صفه. فهمت ازاي؟ خطا كبير عندهم، مش عارفين الفرق بين الصفه والجارحه. ربنا يهديهم. فيضع قدمه عليها فتقول قط قط، يعني امتلأت امتلأت كفاية قط قط. فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو سفيان يعني محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، واقتص الحديث بمعنى حديث أبي الزناد. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. الغر قليل الخبرة والمكر، يعني الغر قليل الخبرة وقليل المكر. احنا نقول على الساذج، نقول على الطيب، يعني الذي لا يمكر، اللي ظاهره زي باطنه كده ما عندوش مكر يعني. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط قط. رجله يعني إيه؟ الرجل يعني المجموعة الكبيرة، يعني يضع مجموعة كبيرة من خلقه يخلقهم للنار. يقول لك رجله جراد، يعني ايه؟ يعني قطيع من الجراد. لازم تبقى الرجل بمعنى الساق يعني قدم، اللغة واسعة.
فهمت بقى؟ يقول رجله جراد، يعني ايه؟ يعني قطيع من الجراد، يبقى يضع رجله يعني قطيع من اهل النار فيتمتل. ونسبه اليهم نسبة ايه؟ نسبة خلق، لانه خلقهم زي خلقه، يضع خلقه. فهمت ازاي؟ الحكاية سهلة، يعني اللغة واسعة، لكن هم يضيقوا اللغة علشان لابد ان يتصوروا الله ويشبهوه بخلق، يفضل يضيق في اللغة حتى يصل الى تشبيه الله عز وجل بخلق. لك شوف رجله، قدمه، ساقه، الله، ويقعد بقى ايه يعمل لنا تشريح ويرسم لك ربنا على الصبور، حاجة غريبة الشكل. كان في منينهم ناس بيرسموا ربنا على الصبور وماتوا، عارف ايه؟ ماتوا ازاي؟ مات وهو في دورة المياه، رأسه نزلت في البراز، مش هنقول اسماء بقى، خلاص افضوا الى ما قدموا، علشان يبين ان رأسه دي كانت مملوءة نجاسة. فما مات ودخلوا الكابينين لقوا رأسه في الكابينين كلها براز، علامة عشان نستفهم، لانه كان بيرسم ربنا في السبورة في انصار السنة المحمدية اللي في عابدين، ويعلم الناس التوحيد وهو بيعلمهم التوحيل. فلكن سبحان الله، من يتعظ ويفهم. فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط قط. يبقى رجله يعني قطيع وجموع كثيرة من الخلق حتى تمتلئ. فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. يبقى الجنة برضو واسعة جدا، لدرجة بعد ما يدخلها أهل الجنة تفضل واسعة برضو، يقوم ربنا يخلق للجنة ناس يملأوا الأماكن الفاضية فيها كمان من محض فضله، من غير اختبار، ينعموا كده، مخلوقين للنعيم على طول. يبقى زي ما هيعمل كده في الجنة هيعمل كده للنار. يبقى رجله قطيع من الخلق يخلقكم للعذاب سبحانه وتعالى. وعن أبي قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، فذكر نحو حديث أبي هريرة إلى قوله ولكليكما يعني الجنة والنار، ولكليكما علي ملؤها، ولم يذكر ما بعده من الزيادة. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه، يعني ما قدمه فيها، يضع قدمه يعني ما قدمه فيها. مش تحتمل اللغة ولا ما تحتملش، حاجة غريبة يعني. فتقول قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شيبان. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فأخبرنا عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا ثابت قال سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله تعالى لها خلقا مما يشاء. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وتقارب في اللفظ
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. الموت ده عرض مش كده، يعني مش حاجة ولا مخلوق، يعني خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولوا الموت عدم الحياة، الموت عدم الحياة، ده المعتزلة يقولوا كده والمناطق. يعني يقولوا لا، الموت ده مخلوق عرض. ربنا يقول خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة، يبقى الموت ده مخلوق. المعتزلة يقولك لا، ده عدم الحياة. شفت الفرق بين دقة أهل السنة وبين المعتزلة والمناطق والفلاسفة، فهمت؟ يبقى الموت ده عرض، والعرض مخلوق. يوم القيامة الأعراض تتحول إلى أجسام، زي ما الرحم كده يمسك في حجزة الرحمن فيقول إيه، أعزتك من القطيعة، مش كده برضو؟ يبقى إيه، يبقى الموت كمان بالرغم أنه هو عرض في الدنيا، عرض يعني غير محسوس، يعني غير جسم، يوم القيامة يحول الله الأعراض إلى أجسام، لأن يوم القيامة فوق عالم الخيال. فهمت إزاي؟ فوق عالم الخيال. فأنت ممكن زي في المنام، العلم ده مش عرض، في المنام بيبقى لبن تشربه يبقى علم، مش كده برضو؟ مش النبي عرض عليه كأس لبن فشربه كله وبقيت فضلة شربها عمر، حديث كده. فقيل كم فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. يبقى العلم ده مش عرض، يأتي في صورة لبن. شفت بقى ان في عالم الخيال ده عالم كبير واسع، تتحول فيه الأعراض إلى أجسام، بحيث أنك يعني فوق كل تصور. الغواية، الغواية دي مش عرض، تأتي في صورة خمر في عالم المنام. يعني واحد شارب خمرة في المنام يعني معناه في غواية، ادي تأويل انه بعيد عن الحق. يعني من شرب خمرا في المنام معناه، معنى الرؤية دي ايه، ان ربنا بيقول له انت بعيد عن الحق، انت في غواية، عليك ان تنتبه. فهمت؟ يبقى الغواية تأتي. الدنيا دي تأتي في المنام في صورة امرأة شمطاء قبيحة عليها ذهب وزينة كثيرة جدا، هي دي الدنيا. شمطاء يعني ايه؟ يعني عجوزة، يعني قاربة الموت. تأتي في ايه؟ في صورة امرأة شمطاء قبيحة عليها زينة كثيرة، ذهب وفضة. فهمت بقى؟ كذلك هنا يأتي الموت في صورة كبش. فهمت بقى؟ لأن احنا قلنا ان الأعراض تتحول إلى أجسام، الأعراض تتحول إلى أجسام. يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. أملح يعني إيه؟ يعني فيه سواد مع بياض. زاد أبو كريب فيوقف بين الجنة والنار، واتفق في باقي الحديث فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون. يشرئبون يعني إيه؟ يعني يمدوا رقبتهم كده ويرفعوا رقبتهم عشان يشوفوا، أدي معنى يشرئبون، يعني يتطاولون يرفعوا كده عشان يشوفوا. فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. الله، يبقى ربنا بقى بيعرفه، ما إن أول مرة يشوفوه، لأن يوم القيامة الأرواح دراكة، ما تحتاجش سابق تعليم، لأن كل العلم مندس فيها. فهمت؟ فأول ما ربنا يسألهم الحاجة يجاوبوا على طول، لأن العلم فيهم. وعلشان كده قالوا إيه؟ العلم فيك، نقي روحك وخالف نفسك تنطق بالحكمة. اللي منعك بس إنك أنت تقول ما كتب فيك من علم وحكمة، إنك مشغول بالغفلات وبالجهل وبالشهوات. كلما نقيت نفسك نطقت بالحكمة. فهمت؟ علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء يقول إيه؟ ذكر، إنما أنت مذكر، ذكر بما طبع فيهم من حكمة.
فإن أطاعوك وسكوا أنفسهم نطقوا بالحكمة. فهمت؟ عشان كده أهل الجنة وأهل النار لما خرجت أرواحهم من الأجساد وصارت في دار الحق صاروا يعرفوا كل حاجة، مش محتاجين حد يعلمهم ولا محتاجين مدرسة ولا محتاجين أساتذة ولا محتاجين حاجة خالص، كلهم أساتذة، كلهم علماء، كلهم عارفين كل حاجة. فهمت بقى؟ عشان كده ربنا يجيب لهم الكبش. ايه ده؟ يقولوا الموت، وهم اول مره يشوفوه لكن هم عارفينه. فهمت؟ وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، قال فيؤمر به فيذبح، قال ثم يقال يا اهل الجنه خلود فلا موت. خلاص الموت ذبح، ما بقاش في موت. خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ليه يوم الحسرة؟ عشان أول ما هيموت الموت أهل النار تتحسر حسرة شديدة، لأن كان عندهم أمل يموتوا ويستريحوا. فهمت؟ فيقوم يحصل لهم حسرة شديدة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قضي الأمر يعني قضي الموت، قتل الموت، فخلود فيما هم فيه من عذاب وشقاء، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأشار بيده إلى الدنيا، وهم في غفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون. يبقى أشار إيه؟ وهم في غفلة في الدنيا، إنما أهل الآخرة مش في غفلة، في كمال علم وفهم. أهل النار كذلك في علم، واخد بالك؟ وأهل الجنة في علم، كلهم في علم، كل علماء، لكن كل يجزى بما قدم في هذه الدنيا. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل يا أهل الجنة. خد بالك إن الكلام ده هيحصل إمتى؟ لما يخرج كل من دخل النار من الموحدين، فيبقى في النار فقط الكفار ويبقى في الجنة فقط المؤمنين. والنار التنقية اللي دخلها المؤمنين فنت، هي دي اللي تفنى. فهم؟ وينبت فيها جرجير، يعني خضرة، يعني كما وردت في الأحاديث، وهي في سطح النار على فكرة، في اعلى النار، الطبقه اللي يدخلها المؤمنين في النار اللي هم عصاة المؤمنين، يعني دي اعلى طبقات النار، انما بقيه النار كلها تبقى خالده. يبقى الحوار ده هيحصل امتى؟ بعد ما يخرج من كان في قلبه ادنى مثقال ذره من ايمان، بحيث لا يبقى بقى في النار احد الا الكفار، ولا يبقى في الجنه احد الا المؤمنين. في هذه الحاله يجي بقى ايه؟ الموت في صوره كبش، فإيه؟ فيذبح على الصراط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل يا أهل الجنة، ثم ذكر بمعنى حديث أبي معاوية غير أنه قال فذلك قوله عز وجل ولم يقل، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أيضا، وأشار بيده إلى الدنيا. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وعن أبي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناديا يا أهل الجنة، ثم ينادي مناد
يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وعن أبي قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون بن سعد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث. طبعا يعظم خلقه ويكبر ليزداد عذابه، لأنه كلما زادت مساحة الجسم كلما زاد المعرض منه للعذاب. وضرسه مثل أحد عشان يعرف يأكل بقى إيه الغساق والزقوم والحاجات دي كلها، يبقى مؤهل لأكل أهل النار. وما يعرفش يأكل أكل أهل النار إلا ما يبقى عنده هذه الآلة التي بها يأكل ليتعذب. فنسأل الله السلامة. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب وأحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. ولم يذكر الوكيعي في النار. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، يعني كل رحيم مترحم لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. العتل هو الشديد، والجواظ هو الجموع المنوع، والمستكبر هو القاسي قاسي القلب. متضاعف يعني مترحم، من أهل الرحمة يعني متواضع. جواظ يعني جموع منوع، جموع منوع يعني يجمع وما يديش لغيره، يعني أناني، يعني حريص يجمع ويمنع غيره أن يأخذ منه شيء، يسموه جموع منوع. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال: ألا أدلكم. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. يبقى ضعيف متضعف ممكن مستضعف، يعني يكون مظلوما ولا يكون ظالما. وعشان كده المصري يقول لك ايه: يا بخت من بات من بات مظلوم ولا بات ظالم. ادي المعنى، لان المظلوم ربنا هيجيب له مظلمته، والظالم ربنا هينتقم منه. يبقى متضعف ممكن تكون معناها ايضا يعني كان مظلوما غير ظالم. لو اقسم على الله لابره، لان دعوه المظلوم مستجابه. لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواظ زنيم متكبر. زنيم هنا بمعنى داعي، يعني يدعي ما ليس فيه حتى يغش الناس، يقول للناس أنا أمين عشان يستأمنوه في الآخر يخونهم، يقول للناس أنا قوي علشان الناس يحتموا به ثم بعد ذلك يقتلهم. أدي داعي، يعني يدعي ما ليس فيه. عتل بعد ذلك زنيم، مش القرآن بيقول كده؟ عتل بعد ذلك زنيم. يبقى العتل هو شديد القاسي القلب، والزنيم هو الداعي. وعن أبي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.
أشعث يعني قليل من حطام زينة الدنيا، يعني تملي تجد أهل الجنة يزهد في الدنيا، فما تجدهمش متنعمين، لا يسكن القصور ولا يتنعم كثيرا في الغالب الأعم، يعني مش شرط أن كل من سكن القصور يبقى من أهل النار، لا، لكن احنا بنتكلم على الغالب الأعم. رب أشعث مدفوع بالأبواب، يعني غير معلوم قدره بين الناس، بحيث أنه إذا جاء الناس لا تفتح له الأبواب، مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لا أبره. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها في قومه صالح سيدنا صالح، فقال إذ انبعث أشقاها، انبعث بها رجل عزيز عارم منيع، عارم يعني مندفع شرير، يبقى العارم هو المندفع في الشر يسموه عارم. انبعث بها رجل عزيز يعني ايه، له نسب في قومه وقوة ومال، عارم يعني مندفع في الشر، منيع يعني ممنوع من اهله، يعني له ايه، له انصار، منيع في رهطه مثل ابي زمعة. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال الى ما يجلد احدكم امرأته، في رواية ابي بكر جلد الامة يعني يجلد احدكم امرأته كأنه يجلد الامة، وفي رواية ابي كريب جلد العبد ولعله يضاجعها من اخر يومه. النبي بيتعجب من قسوة الرجل مع امرأته ثم بعد ذلك يحتاج ان يتنعم بها في الليل، كيف ذلك، كيف بعد ذلك تتحمل ان تنعمك وقد عملتها بهذه القسوة. والنبي عاش حياته ولم يضرب امرأة قط، وفي ناس ما بتعملش في القرآن خالص بأي أمر من الأوامر إلا واضربهن، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل ولا يحج ولا يذكر ربه، بس ما بيتلزمش بأمر واحد إلا واضربهن، يضرب النساء، وضرب النساء خسة في الطبع، يعني الرجل الذي يضرب النساء خسيس الطبع، فهمت؟ ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني لو واحد بيكلمك وطلعت منه ضرطة استمر في كلامك ولا تنشغل وتضحك إنه طلعت منه عفوا، لأن ما أنت بتعمل زيه يعني حاجاية بسيطة، فهمت؟ ولا تحرجه يعني، لأن ممكن إنسان وهو قاعد مع الناس تخرج منه ضرطة يعني صوت كده من دبوره عفوا غصب عنه، يقوموا الناس يبطلوا كلامه ويقعدوا يضحكوا. طب بتضحكوا على ايه يعني؟ بتحرجوا، طب ما انت بتعمل زيه، فهمت ازاي؟ فالافضل الا تنتبه ولا تنبهه انك انتبهت. عارف انت كان احد الصالحين سموه الاصم، ها؟ حاتم الاصم، كان اسمه حاتم، هو ما كانش اطرش على فكرة، حاتم ده ما كانش اصم، يعني أصم يعني أطرش. عارف طلعوا الأصم ليه؟ جاءت امرأة تستفتيه فخرجت منها ريح عفوا منها من دبورها، فقال لها ماذا تقولين، علشان ما يحرجهاش، تعرف ان سمعه تقيل يبقى ما سمعش حاجة، شوف قد ايه، قال لها ماذا تقولين، ارفعي صوتك، فايه، فأطلق عليه الأصم. كل ده من اجل ايه؟ ألا يحرج انسان، فالمسلم تلاقيه حسيس ما يحبش يحرج حد، حتى لو شاف عورة ظهرت من انسان يتغافل كأنه ما شافهاش، مش يركز عليها بقى ونقعد نضحك ونعملها موال. ها ها، صفة اهل الجنة ان هم، ان اهل الجنة ما فيهمش في الدنيا ما فيهمش الصفات السخيفة دي، ان هم يضحكوا من عورات بعضهم البعض، وانهم يستروا بعضهم البعض، وان هم ما يجلدوش النساء ولا يضربوا النساء ويحسنوا اليهم. ادي المعنى، ادي معنى ضعيف متضاعف، يعني الست تضايق جوزها وهو اقوى منها بدنا وما يعملهاش حاجه، يسيبها رحمه،
فهمت ازاي؟ تقوم هي تتجرع عليه يقوم برضه يسيبها رحمه، تتجرأ اكتر يسيبها لحد ما يبقى ولي من اولياء الله الصالحين. عارف انت سيدنا عبد العزيز الديريني وصل للولايه ليه؟ لصبري على امرأتي كانت سيئة الخلق جدا، وكان هو يصبر عليها لدرجة كان يقعد يدرس لتلامذته تيجي تشتمه قدام تلامذته تقول له يا مداه والعامل مش عارف ايه وقاعد عامل لي شيخ وسايب، وهو يبص لها كده يبتسم والناس قدامه، فيجي له واحد تلامذته يقولوا له ما تطلقها، قال اخاف ان اطلقها فتتزوج غيري فتفتنه فانا ماسكها عن الرجال. شفت بقى الرحمه، شفت الرحمه، يعني شوف المعنى اللي في قلبه. وفي الاخر ربنا هداها له، في الاخر خالص ربنا هداها له بقت تقبل قدمه بعد كده، بعد ما صبرت عليه وشافت فيه كرامات عجيبه. يعني كانت هي وراء، يعني الصبر قصدي على جهل الجهول ده يرفع درجاتك كبير عند الله. فاهم؟ وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن لحي ابن قمعه ابن خندف ابا بني كعب هؤلاء يجر اصبه في النار. عمرو بن لحي اللي هو ايه؟ اول من جاب الاصنام من الشام وحطها عند الكعب ودل الناس على عبادتها والسجود لها، ده عمرو بن لحي. كويس؟ هو اللي ابتدع عبادة الأصنام عند الكعبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، يجر أمعاءه في النار، يعني من أهل النار المخلدين فيها، نسأل الله السلامة. وعن أبي قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، مش بيقول إيه؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. البحيرة اللي هي ايه؟ الدابة الحلوب التي يمنع حلبها علشان الطواغيت والاصنام، دي سموها البحيرة. واما السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. والسائبة يجيب ايه؟ ناقة من النقب بتاعته ولا حيوان من الحيوانات اللي عنده ويجعلها للاصنام كده ايه تمشي ما حدش يقرب لها، لا يركبها ولا ينتفع بها ولا يحمل عليها، يسموها السوائب التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال ابن المسيب قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من سيب السيوب، وهو اول من علمهم بعد ما جاب الطواغيت دي والاصنام دي وحطها هناك، علمهم يسيبوا السوائب ويجعلوا البحيره ويجعلوا للاصنام نصيب مما أعطاهم الله. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم، لم أرهما يعني في عصره صلى الله عليه وسلم، يعني معنى لم أرهما يعني في عصره، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وكانوا زمان بعض فرق الشرطة الهجانة كان في ايديهم سياط كرابيك سوداني كده يضربوا بها الناس ويسوقوا بها الناس، كأن النبي شاف الانواع دي. وقناة السويس اتحفرت بهذه السياط، كانوا يمروا عليهم بالسياط دي ويخلوا الفلاحين يقعدوا يحفروا وما يدهمش اكل، واللي يتعب بدل ما يسيبه يستريح يضربوا بالسياط عشان يشتغل حتى يموت. الاصناف دي شافها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم قصاة القلوب اللي يعذبوا الناس بغير حق. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. والنوع الثاني ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، يعني كاسيات عاريات يعني كسوة بتعريهم، يعني في ناس تلبس ايه
اللبس اللازق عليهم ده اللي هو يسموه البادي، كانها عريانه امامك، كل تقطيع يبقى مكسيه عريان. شفت او تلبس الكسوه وايه وفتحه فيها فتحات تبين اجزاء كبيره من جسدها عريان، زي ما بتشوف الممثلات وفي الافلام وفي الشوارع وفي الشواطئ والحاجات دي كلها. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، مميلات يعني يميل اليهن نظر الرجال، مائلات كمان وتمشي كالراقصات علشان كمان تلفت الانتباه اليها. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني يعملوا فورمة في الشعر كده عالية علشان يلفتوا الانتباه. كأسنمة البخت المائلة، البخت اللي هي الناقة طويلة العنق وتبقى ليها سنامين، دي اسمها بختية أو بختية. يبقى البخت واحدة واحدتها بختية، وهي الناقة طويلة العنق ذات السنامين. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وعنه والأصناف دي كلها ما ظهرتش إلا في العصور الحديثة، يعني بعد النبي يمكن بألف سنة الأصناف دي. وعنه بي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا زيد يعني ابن حباب قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وأبو بكر بن نافع وعبد بن حميد قالوا حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. نسأل الله السلامة. ونقف على باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.